السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه، راهو عاد وراهو رجع. شكون اللي رجع؟ اسحاق بالفوضيل. اسحاق بالفوضيل اليوم النادي نتاعو اعلن في تويتر، الحساب الرسمي لنادي هوفنهايم الالماني في تويتر، انه اللاعب الدولي الجزائري اسحاق بالفوضيل 5 هداف الدوري الالماني الموسم اللي فات رجع في التدريبات الفرديه، عوده ميمونه. نتمنوا التوفيق لاسحاق بالفوضيل اللي تالق الموسم اللي فات ودار احسن موسم لاحسن لاعب افريقي يعني في الدوري الالماني كخامس هداف الدوري الالماني. اسحاق بالفوضيل اللي اصيب اصابه لعينه ان صح القول عاد الى التدريبات، وهذا اللاعب اللي قالوا عليه على كل حال تعرفوهم، قال لك كاين بونجاح كاين عجي ومن بعد يجوا لي زاتاكون الاخرين، هذا التاريخ يبقى للتاريخ. اسحاق بالفوضيل اللي كان يريد عليه وبإلحاح شديد جمال بالماضي لكي يكون هو المهاجم الثاني بعد بونجاح، يعني بونجاح واسحاق بالفوضيل كان باغيه هو اللي راح يروح كاس افريقيا، لكن الاصابه والامور اللي خلات اسحاق بالفوضيل يبتعد عن المنتخب الوطني بعد ما ضجه اعلاميه كبيره دارتها الصحافه لجمال بالماضي كي يستدعي نعيجي، وتم استدعاء نعيجي وشفنا نعيجي ما كان منه والو، هذه حقيقة. إذا عودة ميمونة لإسحاق بالفوضيل اللي يستاهل كل خير، مهاجم من طينة الكبار، مهاجم من الطراز العالي. الإصابة اللي حرمتنا من مشاهدة اللاعب هذا في فريق كبير، فريق كبير لأنه مهاجم قناص، مهاجم يتمتع بكل مواصفات اللاعب المحترف. اذا عودة ميمونة اسحاق بالفوضيل ولما لا مزيد من التألق. خبر ثاني يتعلق بسعيد بن رحمة. بعد ما كثر عليه الكلام في الصحافة الانجليزية والفرنسية وبعض المواقع الجزائرية منها لا غازيت دو فيناك اللي تكلمت سابقا على ميسي جزائر سعيد بن رحمة ولا اتصالات تشيلسي باللاعب، اذا اللاعب تحت انظار تشيلسي، هذا شيء مفروغ منه. ايضا عنده عروض من ارسنال واستون فيلا، واستون فيلا اعطى فيه عرض لكن النادي رفض باش يبيعه في مرحله الميركاتو الشتوي. لكن الشيء الجديد نعرفوا باللي بيدرو وويليام مازالوا ما جدوش العقد نتاعهم، يعني تجديد العقد مازال. اذا حسب محمد بوحفصي اللي في تويتر اللي تعرفوه الصحافي الفرنسي، ما نسميش انا صحافي فرانكو جزائري لان هذا الصحافي تابع ليون تابع الاولاس العنصري، اذا قال باللي عرض رسمي سوف يكون من اداره نادي تشيلسي وبطلب من فرانك لامبارد. الخبر هذا هزته ايضا ودولته صحيفه دوسان، معروفه الصحيفه الانجليزيه معروفه دوسان، ايضا تكلمت على سعيد بن رحمه وتكلمت على المشوار نتاعو وتكلمت على العرض اللي قد يكون رسمي من اداره تشيلسي بطلب من فرانك لامبارد، وتكلمت ايضا انه اللاعب هذا ايضا عنده عروض من ارسنال ومن استون فيلا، واللاعب هذا ايضا نفس الموضوع اللي رجعوا سابقا اللي حضرت عليه الدايلي ميل ومترو نيوز، انه اللاعب هذا كان عنده عرض رسمي من استون فيلا لكن النادي رفض نظرا لحاجه النادي باللاعب هذا. اذا سعيد بن رحمه اسم تاعو تداول كثيرا سواء في تشيلسي ارسنال ولا ليستر سيتي، ايضا مش ما ننساش ليستر سيتي، حتى ليستر سيتي يريد هذا اللاعب، ليستر سيتي واستون فيلا. الايام القادمه كفيله بالاجابه على هذا السؤال، هل يبقى سعيد بن رحمه في النادي تاع برنتفورد، هل يروح للنادي ليستر او نادي تشيلسي؟ لحد الساعه ما بان والو، لكن الشيء الاكيد انه تجديد عقد بيدرو وويليام
راح يكون سعيد بن رحمه بعيد عن تشيلسي. الشيء الاخر صعوبه قناع ولا مبلغ المالي غير كافي لشراء تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ، ايضا صعب المأمورية على اداره تشيلسي بطلب بطبيعه الحال نادي بطلب مبالغ كبيره نادي لايبزيغ، راح يقرب ايضا سعيد بن رحمه. اذا شقين يعني كاين كاين معطيين اثنان. المعطى الاول انه تيمو فيرنر تاع لايبزيغ مهاجم لايبزيغ صعوبة التعاقد معه من قبل نادي تشيلسي، هذا يقرب اسماعيل يقرب سعيد بن رحمة. ايضا الشيء الاخر انه بيدرو وويليام اذا ما مضاوش على تجديد العقد نتاعهم راح يكون بسهولة سعيد بن رحمة في نادي تشيلسي في البلوز. اذا الايام القادمة ايضا كفيلة بالاجابة هل بيدرو وويليام راحين يمضوا على تجديد العقد، هل خلاص سحبت تفاوض سحبته تشيلسي مع إدارة لايبزيغ فيما يخص اللاعب تيمو فيرنر. الأيام القادمة كفيلة بالإجابة. أنا صراحة بالنسبة لي سعيد بن رحمة نشوف فيه بروفيل هازار. تشيلسي بعد ما راح لها هازار زعزعت صراحة، لاعب كبير هازار، لاعب مستوى عالي هازار، لما راحت من تشيلسي تزعزعت، تحوس على لاعب في البروفيل نتاع هازار. انا بالنسبه ليا سعيد بن رحمه نشوف فيه بروفيل هازار. ايام القادمه هل نرى سعيد بن رحمه في تشيلسي او ارسنال او ليستر او يبقى في برانتفورد اذا الفريق نتاعو لعب بلاي اوف وتاهل للدوري الانجليزي بريمير ليج؟ الايام القادمه كفيلة بالإجابة على مجموعة الأسئلة. نتمنى التوفيق لسعيد بن رحمة. الحقيقة لاعب فنان، لاعب مهاري صراحة، نتمنى نشوف فريق كبير ماهوش فريق يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية صراحة. لاعب موهوب، لاعب فنان، لاعب يعني كل فيه مواصفات اللاعب البروفيل تاع لاعب فنان، فنان ماهوش لاعب عادي، لاعب محترف، لاعب فنان صراحة. الشيء اللي يديره سعيد بن رحمة قليل تشوفوا فيه، حتى لعب احترام كل لاعبين جزائريين سواء محرز سواء في غولي، لكن الشيء اللي فيه صح يلعب في الدوزيام ديفيزيون، لكن سعيد بن رحمة فنان صراحة. أيضا نتمناو العودة الميمونة والقوية لإسحاق بالفوضيل. إسحاق بالفوضيل اللي قلت بنعاود قالوا عليه ما عندوش مكانة في المنتخب الوطني، هذا إسحاق بالفوضيل اللي متكون في نادي عريق، نادي كبير من ناحية التكوين ومن ناحية الفورماسيون، هو نادي أولمبيك ليون من أقوى المدارس في أوروبا، أو لما أو نقوله بصفة عامة أكبر مدرسة في أوروبا صراحة، وأقوى مدرسة في أوروبا لاماسيا باسمها. ليون عنده لاعبين مستوى عالي، ديما يصدر اللاعبين تاعو لاماسيا. أنا تبدي من ميسي ما زادش، ميسي بوسكاس إنيستا الثلاثي الرباعي ما زادش، خرجت لنا لاعبين كبار. ليون عندها بنزيما، عندها حاتم بن عرفة، عندها فقير، عندها عوار، عندها ريان شيرفي الموهبة اللي قال لهم اولاس، هذه معلومة انا خرجت على الموضوع، اولاس قال لهم غير انساو اولاس، يعني هذا شرقي ريان شرقي عيحميه، الا اولا الا ريان شرقي انساوه، ريان شرقي راهو ما يخرجش من الاولمبيك ليون ما حميه، ريان شيرقي يحوسوا يلونسيو في ليكيب ناسيونال تاع لا فرنسا باي طريقه موهبه، لان قلت لكم مدرسه ليون في التكوين حبينا ولا كرهنا ولا حتى ضد الرئيس الفريق نتاعها، لكن صراحه مدرسه عريقه التكوين نمبر 1. اذا اسحاق بالفضيل اللي قالوا عليه ما عندكش بلاصه في المنتخب الوطني راهو رجع، وان شاء الله يرجع كيما كان في الفورمه نتاعو بطبيعه الحال عند غياب طويل بشوي يرجع شوية بشوية يرجع لا فورم نتاعو، ويرجع للتدريبات الجماعية، ويرجع للمستوى نتاعو، ويلعب بالدقائق ودقائق وحتى إلى ساعة وساعة، يعني أشواط مقابلات من بعدها. شوفوا إسحاق بالفضيل اللي قالوا له ما عندكش مكان في المنتخب الوطني، وهو خامس هداف الدوري الألماني، وأرقام تهدر وحدها، الأرقام تاع بالفضيل تتكلم وحدها.
شكون هو بالفضيل. إذن خوتي في الأخير ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.